إنه أنت المقصود من هاي القصة؟ ما ممكن مثلاً يكون في سبب تاني؟ لا ما في أي سبب تاني، لأنه طريقة التنفيذ والدقة بتقول إنه أنا المستهدف. يعني مستحيل يستهدفوا عيلة بسيطة مثل أهل نورة. صح، والدم مسج إنه ممكن يأذوها، بس إذا نحن ما بنعرف شو أهمية البنت بالنسبة لإلك، هنن بيعرفوا لهيك خطفوها؟ يعني هالجماعة قرب منك كتير وبيعرفوك كتير منيح، بيعرفوك أكتر منا. صحيح، بيعرفوني كتير منيح، وهذا السبب يخليني يكون قلقان. بس غريب، ليش نورة بالذات؟ يعني ليش ما قربوا على بيتك أو مدام ياسمين مثلا؟ مدام ياسمين